السلام عليكم، يعطيكم العافية. رح نكمل إن شاء الله اليوم باللي هي التشابتر الثالث. طبعا المحاضرة السابقة صار في مشكلة في الإنترنت فما قدرنا نكمل المحاضرة بشكل سليم. أي سؤال أو أي استفسار على المحاضرة السابقة قبل ما نبلش بمحاضرة اليوم؟ طيب، لأخذ العلم الكويز يوم السبت رح يضل يوم السبت بدون أي تعديل. بالنسبة للوقت، الكويز رح يظهر عندكم على الإي ليرنينج الوقت بالضبط، على ما أعتقد هو نزل الساعة 9 المساء. ما رح يصير أي تعديل، ما رح ينتقل لأحد أو اثنين أو ثلاثة أبداً، لأنه الفصل كتير مضغوط، وحسب رأي الأكثرية من مدرسين المادة إنه يبقى الكويز كما هو. هاي بالنسبة لهذا الموضوع. أي سؤال قبل ما نبلش بمحاضرة اليوم؟ آخر شيء شرحنا أو وصلنا عنده هو هذا السلايد، حكينا عن الممبرشيب أوبريشن، إنه أنا بحكي هل string جزء من string آخر أو لا. فحكينا إذا حرف الـ A موجودة في الـ MyStr معناته رح يعطيني true. طبعا هاي بتكون داخل جملة print. حرف الـ A هي موجودة هون عندي، طبعا لازم تكون موجودة بنفس الشكل، يعني لو كانت A هون في قبلها فراغ معناته لازم أدور على فراغ A، إذا كان capital letter لازم أدور على capital letter حتى يعطيني true. فالـ A small in my str بيجي بلاقي لي A small موجودة فبيعطيني الإجابة true عليها. الـ ABB موجود عندي فبدور عندي A وراها B وراها B بدون أي اختلاف عن الشكل الموجود هون، بيعطي برضو true. الـ X غير موجودة فبيعطيني الإجابة false. حكينا أو بلشنا بهذا الـ example المرة الماضية، لكن للأسف صار عندي شوية مشاكل، فاليوم نكمل من عند هذا الموضوع. فالآن بحكي لي print go in X، فبدي يدور لي على حرف جي وراء حرف او، والاثنين يكون سمول لتر بدون اي فراغات ما بينهم. فحرف الجي وحرف الاو موجودين عندي بهذا الشكل، فرح يعطي ترو على الجمله الاولى. الجمله الثانيه اي ام ام، فرح يجي يدور هل في عندي اي سمول وراها ام ام، في عندي اي كابيتال، فالاجابه رح تكون فولس على الجزء الثاني. طيب لو اجيت طول انا غيرت شوي على الجو الموجوده، حطيت سبيس ما بينهم، فبرضه رح يعطي هون فولس فولس عليهم. ننتبه انه المفروض تكون بنفس الشكل. لو اجيت هون حكيت له حرف الاي فراغ جي او، ما بهمه انه بدور على كلمه معينه، هو بهمه الحروف او الكاركتر هل هم موجودين بهذا الترتيب داخل السترنج الأساسي الموجود عندي اللي هو X، فI وراها GO، فبيجي بدور هل في حرف الI فراغ GO فرح يعطي true. لو هون عندي MM فقط فرح يعطي true true على هدول الجملتين. طيب هاي بالنسبة لهدول الإكزامبلز. لو إجيت طبعا حكيت له إنه لا ما بدي، أو بدي أدور على سامي جو بهي الطريقة، هل الجملة رح تعطي ترو ولا فولس بالنسبة لكم؟ شو رأيكم؟ ترو. هاي الجملة ترو ولا فولس؟ فولس. إنه حرف الأس عندي سمول، بينما في الجملة الأساسية هو كابيتال لتر، ف رح يعطيني فولس. طيب لو اجيت سألت عن سبيس بس، هل في عندي سبيس داخل الاكس او لا؟ جاب ايش؟ رح يدور يشوف لي هل في سبيس، هذا سبيس هذا سبيس، بس هو ما بهمه انه كم مرة بكرر هذا السبيس، بهمه انه موجود او لا، فالاجابة هي ترو. طيب لو اجيت حكيت لك سبيس كونكاتينيشن بهي الطريقة مع اللي هي حرف تي هيك،
هل هذا الجزء موجود في الاكس شو رح يعمل؟ رح يعمل عملية الكونكاتينيشن بالأول ولا بده ينفذ لي تي ان اكس؟ شو رأيكم؟ خليني نجي ننفذ. أعطاني ترو، ما حط لي سبيسز قبلها، فالكونكاتينيشن إلها أولوية على العملية اللي هي الممبر شيب بالإن. فبده يعمل الفراغ مع حرف التي، مش بدور لي هل في فراغ مع حرف التي؟ أوكي، بيشتغل على هذا الأساس. لو جيت طبعا حكيت له حرف الجي أو فراغ مع حرف التي، فجي كابيتال ما في عندي جي كابيتال، فمباشرة الإجابة هي فولس. طيب لو حطيت هون جي او او جي او بهذا الشكل بدون سبيسز، ف جي او بعدين حرف تي بدون اي فراغات ما بينهم، الاجابه هي فولس. طيب لو حطيت هاي كلياتها زي ما هي بدون اي اختلاف، هاي الشكل حطيتها مثل ما هي بدون اي اختلافات، كوبي بيست من الجمله السابقه، فهل سامي جوت عمان هي موجودة في الإكس اللي هي سامي جوت عمان؟ طبعا الفراغات أنا برضو ضفتها، فالإجابة أنه هو نفس السترينج، فإذا هو نفسه بالضبط 100% بدون أي اختلافات فرح يجيب لي كلمة ترو. طبعا إذا برضو شلت الفراغ من قبل أو بعد ما رح يعطيني مشاكل، برضو رح يعطيني ترو لأنه لساتها سامي جوت عمان موجودة. احنا شو عملنا؟ احنا شلنا الفراغ الموجود. طيب لو حطيتهم فراغين بدل فراغ واحد في النهاية او ثلاث فراغات، الاجابة الان رح تصير عندي فولس لانه ما رح يلاقي عندي ثلاث فراغات بعد كلمة عمان ابدا. اي سؤال لغاية الان؟ هل بتحبوا نجرب شيء معين قبل ما انتقل على الجزئية اللي بعدها؟ نيجي ناخذ الشكل هذا. بحكي لي strengths are immutable. شو يعني immutable؟ يعني غير قابل للتعديل على بعض الأجزاء. يعني إذا أنا بدي أستبدل جزء بجزء آخر ممنوع نهائيا، فغير قابل للتحويل أو للتغيير، هاي معنى immutable. Cannot change one once you make it. ممنوع أغير على جزء من الكلمة، ممنوع أغير على جزء من الكلمة. خلينا نأخذ إكزامبل هون على الإكس نفسها. الإكس لو إجيت حكيت له إكس خليها تساوي كلمة هلو بهذه الطريقة كتعديل كامل، ما في أي مشكلة أبدا. فإذا أنا حاولت أعمل برنت للإكس رح يطبع لي ورح يعطيني النتيجة إنه هي كلمة هلو. طيب شو المقصود بإميوتابل؟ المقصود أنه أنا ممنوع أجي أحكي له إكس لا إندكس معين، على سبيل المثال الموقع واحد اللي هو فيه حرف الأس كابيتال، أنا ما بدي سامي، أنا بدي رامي مثلا، بدي الكلمة تصير رامي بدل سامي الموجودة عندي. الآن شو اللي بده يصير عندي هون؟ أنا باجي بحكي لك إكس أوف واحد، بيجي بحكي لي هذا الاندكس صفر هذا الاندكس واحد، بيفطن هو عم بحاول يعمل عملية البحث هاي انه الاكس هي سترينج والسترينج ممنوع تغير لي حرف بحرف ابدا او تروح على اندكس معين وتحكي له غير لي، فرح يعطي ران تايم ايرور على هذا البرنامج. وشو بحكي لي؟ انه الاس تي ار نوت سبورت اساينمنت. طب ليش قبل شوي اكس خليها تساوي كلمة هلو ما فيها مشكلة؟ لأنه احنا كنا نحكي انه اشطب اكس القديمة كلها، الغي هذا الحكي كلياته وضف لي قيمة جديدة او غير لي عليها، حط لي قيمة جديدة تماما. بينما هون احنا شو عم نحكي؟ احنا عم نحكي غير لي على اندكس معين، مهما كان هذا الاندكس، يعني الاندكس 0 1 2 5 10، ما دام انا ضمن حدود الاكس الموجودة عندي. فالإجابة هي إنه run time error. شو السبب؟ إنه X هي string variable. طيب شو ليش string variable ممنوع؟ لأنه هو immutable، يعني غير مسموح للتعديل على بعض الأجزاء فقط. مسموح أعمل concatenation أوكي، ممنوع مسموح ألغي القديم كلياته وأحط قيم جديدة تماما أوكي،
لكن إني أغير على إندكس معين الإجابة لا. طيب غيرنا على إندكس معين مش مسموح. طيب لو أنا حكيت له اطبع لي من إندكس معين فيش مشكلة، الطباعة من إندكس معين ما في مشكلة، فأنا بحكي له بالإندكس واحد اطبع لي فبيجيب لي حرف الآس لأن الفراغ هو الإندكس زيرو. طيب كيف أنا ممكن أقوم بنفس العملية بدون ما يصير عندي إيرور؟ يعني أنا بدي أعدل على حرف معين، يعني هون مثلا كلمة سبام ما بده كلمة سبام، بده البام مثلا، فبدي أحط حرف الأل أو سوري سلام بدل حرف البي، بدي أحط لي حرف الأل، ففي الإندكس واحد. طيب شو اللي بده يسوي هلأ أو كيف ممكن يشتغل إذا أنا بدي أعدل؟ فالآن ممكن أتعامل بهي الطريقة، إنه أخذ سلايس أو جزء من الكلمة اللي أنا بدي إياها، فهون السلايس هو من صفر أقل من واحد، فرح يجيب لي حرف الأس لحاله الأول، بعد هيك بعمل له concatenation مع الأل، بعد هيك بحكي له من عند اثنين للنهاية، فالإندكس واحد أنا كنت لغيته بيجيب لي كلمة سلام بدل سبام. نيجي على هون، أنا ما بدي سامي، أنا بدي رامي. بدل سامي أنا بدي رامي. وما بدي فراغ هون، خليني أشيل فراغ بس مشان أفرجيكم إنه مش شرط نغير على إندكسز معينة. ممكن أجي أحكي له الآن خلي سترينج جديد أس يساوي. الآن الحرف الأس هو في الإندكس زيرو، معناته أنا شو بدي أجي أحكي؟ حط لي الإندكس زيرو حرف الآر. concatenation مع الآن ما بدي أعمل تايم سلايس مرتين لأنه حرف الأس هو في البداية مش في الوسط، بعمل تايم سلايس مرة واحدة، باجي بحكي له بلش لي من الإندكس واحد، ما بدي تبلش لي من الصفر وللنهاية، وفي النهاية هون باجي بحكي له أطبع لي اللي هو الأس وليس الإكس أبدا. فشو عمل لي؟ رامي go to عمان. ليش أنا ما اعتستش إنه يكون في عندي تايم سلايس مرتين؟ لأنه حرف الأس في البداية. طب لو كان هون في فراغ أنا بدي أضطر الآن بدي أجي أحكي له جيب لي الفراغ زي ما هو في البداية، فبدي أحكي له الآن إنه حرف الـ أو الإكس من البداية لغاية واحد زي ما هو عامل في السلايدات concatenation مع الآر، فبدي أعدل لأنه هو بطل الإندكس واحد اللي أنا بدي أغيره أو بدي أشيله، حرف الأكس الأسري في الإندكس واحد، أنا بدي أبلش أجيب من الإندكس اثنين الآن للنهاية لحتى يجيب لي الفراغ في أول الجملة. فرامي جوتو عمان بهي الطريقة. أي سؤال أو أي استفسار لغاية الآن؟ طبعاً هاي الطريقة خلينا نحكي التفافية تأوصل للي أنا بدي إياه أني أنا أغير. أنا فعلياً جبت الإندكس زيرو السبيس، بعد هيك حطيت بجنب الإندكس زيرو اللي هي السبيس حرف الآر، بعد هيك حكيت لك بجيب لي من عند اثنين، فصفر واحد حرف الأس عملنا سكيب عنه أو مشينا عنه اعتبرناه مش موجود، بلشنا من عند الحرف أو الرقم الإندكس اثنين فهو من عند حرف الأي إلى النهاية، فبجيب لي كلمة عمان كلياتها. أي سؤال لغاية الآن؟ واضح الأمور ولا في شوية مشاكل بالنسبة لكم؟ هعتبر إن الأمور أوكي. ناخذ شيء الآن اسمه string methods and functions. برضو هي عمليات على السترينج لكن بطريقة مختلفة عن الاستخدام السابق للLength الموجود عندي. بحكي لي الفانكشن شو هو مبدئيا؟ هو عبارة عن طريقة مختصرة تأوصل لشيء معين أنا بدي إياه بدي أشتغل عليه. بحكي لي الفانكشن هو برنامج مكتوب داخل البايثون بنفذ لي مجموعة من العمليات أو عملية معينة. In details are hidden, encapsulated. بالنسبة لنا إحنا ما منشوف كيف الكود تبعه كيف عم بيشتغل، إحنا منشوف النتيجة النهائية. Only its interface. إحنا منشوف المسمى تبعه، شو القيم اللي أنا بدي أعطيها لهذا الفانكشن، وبستنى النتيجة. كيف عم بنكتب هذا الفانكشن؟ شو الكود تبع هذا الفانكشن؟ بيكون encapsulated مثل الكبسولة، كبسولة الدواء.
بصورة الدواء، أنا بشوف الغلاف الخارجي لإلها، بعرف كيف بدي آخذها، لكن ما بطلع داخلها وما بهمني شو داخلها موجود، بهمني النتيجة. الفانكشن takes some number of input بنسميهم الارجمنت. فالفانكشن باخذ مجموعة من الانبوت، طبعا ممكن يكون ما في انبوت، ممكن يكون واحد، ممكن يكون اثنين، ممكن يكونوا مجموعة من انواع مختلفة، هذا بيعتمد على شو هو الفانكشن اللي احنا بنحكي عنه. returns a value بيرجع لي نتيجة واحدة في النهاية. طبعا بناء على الانبوت اللي بيعطيني اياه بنفذ هذا الفانكشن بيعطيني الاوتبوت اللي انا بتخيله. مثال عليها اللي هي اذا بتتذكر الماث، math dot power, math dot sine, math dot square root، هذا عبارة عن function بياخد input فكنا نعطي قيمة أو قيمتين وبيعطيني output اللي هي النتيجة، هذا function. الآن length اللي حكينا عنها بالسكشن السابق هي عبارة عن function، فأنا باجي بحكي له length للماي str، فالargument هو الماي str. طيب هذا الفانكشن شو بينفذ؟ بيعدل لي عدد الحروف اللي داخل الماي اس تي ار هاي وبيعطيني اياها كنتيجه. فاذا الارجمنت هو الاس تي ار اللي هي كلمه هالو وورلد، التنفيذ تبعه انه هو بوجد لي عدد الحروف داخل هذا السترنج، في النهايه بيعطيني النتيجه جاهزه. كيف عم بيشتغل هو؟ داخل الكودينج تبعه هو حر، احنا بهمنا النتيجه. الان شو بتختلف الميثود عن الفانكشن؟ الفانكشن بكتب اسمه وبعد هيك الارجمنت داخل الاقواس، بينما السترينج ميثود بتختلف شوي عن الفانكشن بطريقه، خلينا نسميها احنا استدعاء. هاي جمله استدعاء لهي الميثود او لهذا الفانكشن، سوري، هاي بنسميها جملة استدعاء، يعني أنا بطلب تنفيذ هذا الفانكشن اللي عندي. الاختلاف بين الفانكشن والميثود هي بطريقة الاستدعاء. الاثنين هيدن، الاثنين بنفذوا عمليات معينة، الاثنين بياخذوا argument وبيعطوني output، لكن جملة الاستدعاء فيها اختلاف. فالفانكشن بكتب اسم الفانكشن اللي أنا بدي إياه، مثلا length، وداخل قواس بعطي الارجمنت وبيعطيني النتيجه مباشره. طبعا هاي الجمله موجوده داخل جمله الطباعه لحتى يعطيني النتيجه او يطبع لي اياها، فلازم يكون في عندي هون برنت داخل اقواس بهذا الشكل لحتى يعطيني النتيجه اللي احنا بنشوفها. فالميثود از ا فاريشن اون ا فانكشن، هو نوع من انواع الفانكشن. Like a function بيشبه الفانكشن بإيش؟ إنه هو عبارة عن برنامج مخبى عندي ما بنشوف شو الكود تبعه. وبيشبه الفانكشن إنه بده arguments، بده input وبيعطيني نتيجة كoutput. الاختلاف الآن unlike a function، شو الاختلاف؟ It's applied in the context of particular object. بدي أعمل له جملة استدعاء مختلفة. كيف؟ بدي اسم متغير dot بعد هيك جملة الاستدعاء لهذا الفانكشن الميثود سوري اللي أنا بدي إياه. Example في عندي الـ upper method. Generate a new string that has all uppercase character. بتحول الـ string عندي كلياته لـ capital letter حروف. طيب كيف الاستدعاء؟ بتختلف عن الـ length. الـ length function هاي الميثود. الـ length كنا نحكي لين داخل الاقواس الاس تي ار فيفهم انه هذا الارجمنت ويشتغل على اساسه. الان هون طريقه مختلفه، ماي اس تي ار عندي بايثون رولز. الان انا بدي احول كل الحروف لكابيتال، شو بدي اعمل؟ بكتب اسم الباراميتر اللي عندي اللي هو الاوسر الارجمنت اللي عندي ماي اس تي ار دوت ابر وبحط الاقواس اجباري. طيب وين الارجمنت هون؟ وين الانبوت هون؟ الانبوت هو هذا الجزء، ما بنحطه داخل الاقواس مثل الفانكشن لينكث، بنحطه في البدايه دوت الابر او الجمله اللي انا بدي اياها. كيف التنفيذ؟ خلينا ناخذ هون بدون تعديلات تايب برنت هون مثلا، هون فيش عندي اس، عندي اكس، سوري عندي الاكس دوت، باجي بحكي له هاي ابر مباشرة. طبعا الأقواس إجبارية حتى يفهم إنه هذا إيش؟ عبارة عن مثل.
طب شو يعني أبر؟ يعني روح لي على الإكس، جيب لي ياكلها، حول لي حروفها كلها لكابيتال لتر أطبخها. فالآن سامي go to عمان. هل التعديل هذا دائم؟ لا، يعني أنا لو جيت هون حكيت لك برنت رجعت إكس زي ما هي، فرح يعطيني إياها small letter أو زي ما هي capital وsmall زي ما كانت بالضبط. فهون التعديل هذا مش ثابت. إذا أنا بدي أثبته باجي بحكي له إكس بتساوي إكس دوت أبر. طبعا في كتير عندي من الميثودز اللي أنا ممكن أستخدمها. باجي بحكي لك اطبع لي الإكس فقط لا غير، فمباشرة هي الحروف الكابيتال بشكل دائم وتعديل دائم على الإكس اللي عندي. فالإنبوت مرة ثانية هو الـ STR أو الـ My STR عندي هون، والأوتبوت طبعا هذا الإكزامبل هون هي الإكزامبل السابق. الأوتبوت رح يعطيني إن الحروف كلها كابيتال. More dot notation بحكي لي in general اسم الأوبجكت أو اسم المتغير اللي أنا بدي أشتغل عليه، دوت اسم الميثود اللي أنا بدي أستدعيها. الأقواس فاضي معناته ما في قيم أنا بدي أبعثها غير اسم الأوبجكت. في قيم معناته أنا لازم أبعث قيم إضافية. هاي شو معناها؟ It means that the object in front اللي هي اسم المتغير اللي إحنا حكينا عنه هذا هو of the dot is calling the method، هو اللي عم بيستدعي لي هاي الميثود الموجودة طبعا حسب النوع تبع الأوبجكت الموجود عندي رح يفرجيني شو هم الميثودز اللي أنا ممكن أستدعي. The methods can be called are tied to the type of the object calling. فالميثود هاي هي مربوطة مع هذا النوع قط لا غير. فهون زي ما شفنا لو حكينا x هون dot بشكل عام في عندي قائمة طويلة. طب هدول شو هم؟ هدول كل أنواع الميثودز المسموحت لي مع الإكس as string. طيب لو كان عندي متغير من نوع integer، يعني أنا باجي بحكي لك y خليها تساوي الرقم 5، فهل في ميثودز مربوطة معها؟ باجي بحكي y dot، في ميثودز مختلفة تماما موجودين مع هاي ال y. فعندي نوعين مختلفات، كل نوع عم بفرشيني شو هم الميثود اللي مربوطين معه أو المسموح فيهم وكيف أنا بدي أشتغل عليهم. find الآن في عندي ميثود ثاني اسمها find، فبحكي لي my str في كلمة هلو my str dot find، ابحث. ابحث عن إيش؟ عن الجزء اللي داخل double quotation هات حرف ال. بروح على my str بشوف لي حرف ال وين موجودة وبيعطيني الاندكس تبعه. بيجي بدور صفر بدور لي على الاندكس تبعه، فصفر حرف الاي واحد، حرف ال اثنين. طب في عندي اكثر من ال، هل بيجيب لي للاولى ولا للثانيه؟ عند اول وحده بلاقيها بيرجع لك الاندكس تبعها. فحرف ال مكرر مرتين ما بهمه انه مكرر مرتين، بهمه امتى اول مره شاف حرف ال. فهو في الاندكس اثنين بيرجع لي الاثنين هاي. نرجع هون، يعني اذا انا اجيت حكيت لك هون اكس دوت فايند الان، فهو بحكي لي انه هذا شكل الفايند. الفايند انا بدي ادور على حرف معين الان، فبدي ادور مثلا على حرف الاو. ننتبه انا شو عامل في الجمله اللي قبلها؟ بحول كلها لابر كيس أو capital letter. طيب خلينا مبدئيا ندور على حرف capital اللي هو حرف الاس. فصفر واحد رح يرجع لي الindex واحد اللي هي فيه حرف الاس. طيب لو أنا حكي له حرف الاو small، هاي أنا شو عامل هون؟ to upper، معناته أنا محولها كلها لcapital letter. هل حرف الاو small لساته موجود داخل الجملة اللي عندي هون؟ إجابة هو مش موجود، لأنه كل شيء لا. أنا حولته لكابيتال. طيب شو بدي رجع لي الآن؟ رح يرجع لي إندكس سالب واحد. فإذا كانت القيمة اللي أنا ببحث عنها غير موجودة رح يرجع عندي السالب واحد. طيب هل بصير أدور على مقطع كامل؟ يعني أجي أحكي له إيه أم أم، بصير أدور على هذا المقطع. طيب شو بدي رجع لي إندكس؟ رح يرجع لي الإندكس لأول حرف اللي هو حرف الإيه.
فبروح دور لي هل في عندي A M M موجودة كاملة. طبعا هاي A M M طبعا هون أبار معناته أنا حولتها لكابيتال. A كابيتال M كابيتال M كابيتال موجودة. الاندكس لل A كابيتال رح يجيب لي إياه الآن اللي هو الاندكس 12. طبعا بدكم تنتبهوا إذا في فراغات 1 2 3 4 فراغات أنا بدي أخذهم بعين الاعتبار وأنا عم ببحث. لو شلت أنا هون تو أبار هاي حكيت لك الآن دور لي على A M M بالشكل هذا لساتها موجودة لأن أنا شلت الأبر فرح يجيب لي الاندكس 12. لو جيت حكيت لك A M N فهو رح يحكي لي إنه سالب واحد غير موجودة. طيب لو جيت حكيت لك ندور لي عليها كلياتها وخلينا ناخدها زي ما هي مع الكوتيشن تبعتها شو رح يرجع لي؟ مين يحكي لي؟ هل هي موجودة؟ أول شغلة هو شو بيسأل؟ موجودة ولا مش موجودة؟ بسامي go to عمان بالفراغات الموجودة عندي هل هي موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة دكتور بعطينا 2 لا بيعطيني إيش؟ وين أنا بلشت ألاقي هاي الجملة كلياتها؟ عند الاندكس عند عند أول فراغ مش بيحكي لي إنه هي موجودة كلياتها. وين بدايتها؟ بدايتها عند الفراغ هذا اللي هو الاندكس 0 رح يجيب لي الاندكس 0 ان هي بدايتها من عند الاندكس 0. اوكي لغاية الان بتحبوا اجرب لكم شيء معين او شيء اخر؟ طبعا لو انا هون عدلت عملتها هيك بدون سبيس رح يحكي لي انه كلمه ساري ببلش من عند الاندكس 1 الان هي موجودة البداية الآن صارت من عند الواحد لأن أنا شلت سبيس قبل هاي الجملة. طيب لو أنا شلت هون أو ضفت سبيس معين يعني بعد كلمة سامي ضفت مجموعة من السبيسز حكيت تدور لي عليها فراح أرجع الآن هل في عندي سامي 4 سبيسز جو سبيس 2 سبيس عمان؟ الإجابة هدول السبيسز بزيادة مش موجودين هون فرح يعطيني سالب 1 أن القيمة مش موجودة الآن. أوكي شو السبب أنه أنا في عندي فراغات مش موجودة في الجملة الأصلية فهو فعليا في الأول بتأكد موجودة زي ما هي بالضبط. أوكي بعدك بجيب لي الاندكس لأول حرف في حالة كان عندي فراغ بجيب لي الاندكس للفراغ اللي هو 0 بحيث بلش من عند الأس بجيب لي الاندكس للأس اللي هو 1. لو أنا شلت هاي هون حكيت لك بلشت من عند الجو فرح يعد 0 1 2 3 4 5 حرف الجي في الاندكس 6 فرح يجيب لي الستة عندي الآن. ننتبه العد من عند الصفر وليس من عند الواحد. اللينكث من الواحد الفايند الاندكس من الزيرو. طبعا نوت هاو ذا فايند اوبريشن اون ذا سترينج اوبجكت ماي اس تي ار two are associated by using dot notation. فماي اس تي ار دوت فاين فالان هون الاس تي ار هو او الماي اس تي ار هو الارجمنت الاول الارجمنت الثاني بيعتبر لي اياه انه هو حرف ال ماي اس تي ار هي انبوت حرف ال انبوت ثاني انا بدي ادور عليه ولازم ادور عليه بنفس الشكل اللي هو موجود عندي. Chaining method إنه أكثر من عملية مع بعضهم بحكي لي هون methods can be chained together نربطهم مع بعض. فشو بدي أنفذ عند أول dot بنفذ أول operation بعد هيك عند الدوت الثانية بنفذ الoperation اللي بعدها. Example بحكي لي my str python rules بعد هيك بحكي له dot to upper طبعا هاي في جملة print معناته التأثير مش دائم. طيب هاي الجملة to upper dot find إنه حول capital بعد هيك لقي لي حرف ال O. خلينا نجربها هون فال X dot upper dot find فبمعنى إنه حول ال X كلها ل capital letter فنفذ العملية الأولى إنه حولها كلها ل capital letter بعد هيك لقي لي اللي هي go to عمان اللي أنا بدور عليها بهي الطريقة اللي هي هون سالب 1. ليش؟ لأنه أنا بحكي بدور لي على small letter
go to عمان موجودة، لكن أنا شو عملت بالأول؟ حولتها كلها لكابيتال لتر. فلما بتدوري على go to عمان الآن رح يدور على حروف كابيتال، فرح يحكي لي إنها مش موجودة، الاندكس هو سالب واحد. طبعا ننتبه إنه ما بصير عكس العمليتين هدول. ليش؟ لأنه الأبر هو بيتعامل مع string، بينما الفايند بيرجع لي انتجر. فإذا حكيت له دوت فايند دور لي، فبرجع لي اندكس معين. بعدك دوت أبر، طيب الاندكس هذا عبارة عن انتجر نمبر، ما بصير أعمل له دوت أبر نهائيا. فلازم يكون ترتيب العمليات بتوافق مع الأشياء المسموح فيها للسترينج فاريبل اللي عندنا. طيب لو حكيت له هون دوت أبر وهون حكيت له مثلا ام ام اي ام بهذا الشكل ام ام اي ام، انا شو بدور على الام ام اي ان هذول؟ انا بحول لك كابيتال لتر، بعدك بدور عليها فبجيب لي الاندكس حرف الام اللي هو الاندكس 13. لو اجيت حكيت لك هون انه اعمل لي كونكاتينيشن بين 5 4 باي بهي الطريقة، concatenation مع ال x dot upper dot find عمان، شو رح يعطي عندي هون؟ شو رح ينفذه بالأول؟ هون الأولوية لإيش؟ للدوت. الآن بنفذ لي x dot upper dot find، فبحكي لي هون الإجابة هي الرقم 13. الآن رح يصير عندي مشكلة إنه هذا رقم integer وهذا إيش؟ string variable، فرح يعمل لي مشاكل. ولحتى نتفادى هاي المشاكل، طبعا المشكلة هي run time error انه integer و string، فما بصير اعملهم مع بعض. حتى احل المشكلة اللي بتتذكروا الconversion، فبنحطهم هاي داخل اقواس بهذا الشكل، بنحولها ل string variable. بجيب الان 45 او 54 سوري، هاي concatenation مع الرقم 13 بدون اي مشاكل. فالعمليات الدوت الأولوية بالأول، بعد هيك اللي هي اللي concatenation اللي أنا موجودة. طيب لو كانت هاي مش concatenation، هاي كمان عبارة عن عملية جمع بهي الطريقة، شو راح يعمل؟ راح يجيب لي ام ام اي ام، يتأكد قال هي موجودة، فبحكي لي أول شيء x dot upper يعني كل حروف كابيتال، لاقي لي ام ام اي ان هي الاندكس 13، بعد هيك بحكي لك 54 زائد 13 كم بيطلع عندي؟ 67، فراح يطلع عندي الرقم 67 مثل ما احنا شايفين الان. اوكي لغايه الان اي سؤال؟ طبعا هون لو اجيت حكيت لك طيب كمان مره زائد سوري هون هاي إشارة الزائد، أنا بدي أعملها مع كلمة false أو مع كلمة true، شو راح يصير؟ هل راح يعطي مشاكل ولا راح ينفذ؟ وشو النتيجة؟ إحنا هذا الجزء already اتفقنا إنه هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن الرقم 67، 54 زائد 13 هي 67. طيب شو بالنسبة لكلمة true؟ كانت قيمتها كم؟ واحد، فراح يصير 67 زائد واحد اللي هي 68 اللي عندنا. أي سؤال لغاية الآن؟ واضحة الأمور ولا في عندنا مشاكل؟ أوكي. في عندي ميثودز أو مجموعة كبيرة من الميثودز، ما بهمني اللي داخل التيبل هدول، بهمني اللي موجودين عندي تحت. بدي أشوف شو معنى كل واحدة من اللي تحت. already إحنا أخذنا الفايند، أخذنا اللينث وتعاملنا معهم، أخذنا الأبر. خلينا نكمل مع البقية. فهون في عندي مجموعة من الإكزامبلز بمثلوهم. أول واحدة اللي هي الكابيتالايز. شو يعني كابيتالايز؟ يعني جيب لي أول حرف بالجملة كلياتها حول لي على كابيتال. فعلى سبيل المثال لو كانت كلها سمول لتر من هون سامي جو وعمان كمان سمول لتر، وجيت حكيت لك الآن إنه أنا بدي الـ X dot capitalize،
هاي عندي هون هاي كابيتالايز، شو بده يعمل الآن؟ شو النتيجة اللي رح يجيبها؟ رح ياخذ أول حرف فالإندكس 0 ويحول إياه لكابيتال لتر فقط لا غير، فحرف الأس صار كابيتال. طيب لو كان عندي هون في رقم أو هاي خلينا ناخذ الرقم واحد أو الرقم خليه يكون رقم واضح ورقم اثنين بعدين كلمة ثانية، فشو اللي رح يحوله؟ رح يحول حرف الاثنين لكابيتال لتر والباقي يتركه زي ما هو، فاثنين سامي تركهم زي ما هم، وحرف الاثنين ما بيتحول. لو كان سبيس بيجي بحكي لي اول اندكس، الاندكس زيرو عمل لي اياه كابيتال لتر، فالسبيس بضل زي ما هو وباقي الجمله بتضلها زي ما هي. فهو بهمه القيمه الموجوده في الاندكس زيرو حول لي اياها لكابيتال لتر، هاي معنى كابيتالايز. نروح على الكاونت. الكاونت شغلها مثل شغل اللينك، الكاونت شغلها مثل شغل اللينكث لكن بطريقة استدعاء مختلفة. إذا كابيتالايز خلصنا، خلينا نروح على الكاونت اللي هي رقم اثنين. الآن اللينكث كنا نحكي لين وداخل أقواس القيمة، سوري الكاونت هون اللي هي عدد مرات التكرار لشيء معين. فالإكس دوت كاونت، طبعا أنا خربطت لأنه الفيجوال بيسك اللينكث والكاونت سيم، هون بيختلف. هاي بدنا ناخذ الكاونت، الكاونت اللي هي الجزء الاخير. الكاونت انا بدي ادور على حرف موجود وكم مره هذا الحرف تكرر. فاذا انا اجيت حكيت له حرف الاس، كم مره تكرر حرف الاس بالجمله السابقه؟ هو مره واحده، بطبع عندي واحد. لو اجيت حكيت له حرف الاو مثلا، حرف الاو موجود عندي في جو وموجود عندي في تو، فموجود هو مرتين فرح يفرشين الرقم اثنين. لو جيت حكيت لك دور لي كم مرة تكرر حرف الاي، فسامي فيها واحدة، عمان فيها ثنتين فرح يعطيني ثلاث مرات زي ما احنا شايفين. طيب حرف مش موجود مثل الزد شو رح يعطي؟ انه تكرر صفر من المرات، بما انه مش موجود ولا مرة فهو تكرر صفر من المرات. هل بصير أسأله كم مرة تكرر الفراغ؟ موجود عندي فراغ، فراغين، ثلاثة، أربع مرات، فرح يعطيني الرقم أربعة. طبعاً ننتبه أنه اللي داخل الدبل كوتيشن بيدور عليه زي ما هو. يعني لو إجيت أنا حكيت لك هون كم مرة تكررت تو، فتو موجودة وتكررت مرة واحدة. لكن لو أنا إجيت حكيت لك تو هون حرف التي فراغ حرف الأو، حكي لي صفر مش موجودة وما تكررت ولا مرة عندي. فهي الكاونت تمام؟ أنا عم بمشي فيهم واحدة واحدة اللي ما أخذناها. ناخذ الإند سويب ينتهي ب، فهون هل الإكس دوت إند سويب، هاي في عندي هاي الإند سويب ينتهي ب مقطع معين. خلينا ناخذ كلمة ام اي ان، هل عم تنتهي بكلمه مان؟ نيجي هون، هل بتنتهي بكلمه مان ام اي ان؟ الاجابه هي ترو. هل بتنتهي بالجمله كلياتها زي ما هي بدون اي اختلافات؟ نشوف النتيجه اللي هي رح تكون عندي الان برضه ترو، انه هو عم بنتهي فيها نفسها. الآن أي تغيير بحرف واحد أو بسبيس واحدة، طلعوا كيف؟ يعني بحط السبيس هون بعد كلمة عمان صارت الإجابة عندي فولس. لو شلت هذا كلياته وحكيت لك بس كلمة عمان بهي الطريقة، وعمان سمول لتر لكن بعدها سبيس، السبيس مش موجود في الجملة السابقة، فالإجابة هي فولس. لو شلت السبيس وحطيت واحد من الحروف كابيتال لتر رح يعطيني برضه فولس عليها. ف ends with معناها ينتهي ب. ننتبه على طريقة كتابة هاي الميثود ends with في حرف الاس هون. يعني لو انا اجيت هون شلت حرف الاس موجود عندي. اوكي هل بيشتغل؟ اعطاني ران تايم ايرور انه هاي الميثود مش موجودة، شو ال ends with هاي؟ ف هون أنا شلت الحرف الأس من كتابة الـ ends with فأعطاني run time error. أروح على الـ starts with تبدأ ب، اللي هي تبدأ ب
فأنا باجي طبعاً الـ ends with بدور لي على النهاية، لي start with بدور لي على بداية الجملة. I starts with. Start with مثلاً space. هل بتبدأ الجملة عندي بسبيس واحد؟ إجابة هي true. Space أو two spaces الآن هون رح صار عندي false، إنه ما في عندي two spaces قبل كلمة سامي. سبيس واحدة حرف الأس، هل عم تبدأ هيك؟ أوكي، ترو. هل عم تبدأ بالجملة نفسها بدون أي اختلاف؟ برضو رح يعطيني ترو على هاي الجملة. بهذا الشكل، أوكي، ترو، ما في أي خلل. طيب لو إجيت حكيت لك هون، هاي داخل الأقواس دوت أبر، شو راح يصير؟ هل راح يعطي ترو ولا فولس؟ شو اللي راح ناخذه بالاول؟ دائما حكينا اللي داخل الاقواس بناخذه بالاول. فباجي داخل الاقواس عندي هون سامي جو تو عمان دوت ابر، يعني حول لي اياها كلها لكابيتال لتر. بعد هيك شوف لي هل الاكس بتبلش بهذا الجزء كابيتال لتر؟ فراح يعطي عندي اكيد فولس في النهايه. اي سؤال لغايه الان؟ الفايند دورنا عليه واستخدمناه قبل شوي، انه بدور لي هل قيمة معينة موجودة، اذا موجودة رجع لي الاندكس لبدايتها. نيجي نسأل عن الاز ديجيت. شو يعني از ديجيت؟ انه هل القيمة الموجودة داخل دبل كوتيشن هي عبارة عن رقم او لا. فبعدها رح يرجع لي نتيجة ترو اور فولس، فرح يحكي لي اكس سوري x dot is digit الآن is digit، هيها موجودة عندي هون. فهل ال x is digit؟ طبعا هون في عندي أقواس الزيادة، فهذا اللي عم بيعترضنا عليه الآن. هل ال x is digit هل هو عبارة عن رقم؟ أكيد الإجابة شو بتطلع عندي؟ false. طب لو كانت، خلينا نشيل هذا القيم هاي، سوري، جيت حكيت لك سبيس واحد اثنين، هل هاي از ديجيت؟ مين يحكي لي؟ هل هذا قيمة رقمية؟ الإجابة هي فولس. ليش؟ لأنه في عندي سبيس قبل الرقم 12، فالفراغ بيجي بتطلع لي بالبداية فراغ، معناته هذا مش رقم. لو شلت الفراغ اللي عندي، ال 12 هو رقم، فالإجابة هي تكون. طيب ناخذ الدوت 5 اللي هي 0.5، الإجابة هي false، فهو بتطلع على الرقم العادي. فإذا أنا استخدمت رموز معينة، حتى لو كانت هاي الرموز 12.5 بالعشرة أوكي، بس بالنسبة له الرموز مش مسموح. وحكيت 12 زائد 5، بعضكم بحكي 12 و5 17 إز ديجيت صحيحة، ما تعمل عمليات حسابية، فالإجابة هي false. ليش؟ لأنه عندي رمز موجود هون. طيب لو إجيت أنا هون حكيت لك 12 بلس قبلها، فهون الإجابة شو عطاني؟ برضو false. عطاني حطيت minus، برضو false. فما بيقبل لي أي نوع من أنواع الرموز. بعضكم بحكي طيب النسبة المئوية، هي النسبة المئوية في النهاية، فبرضه فولس. طيب لو حطيتها في البداية، إنه أنا بدي أخذ مثلاً إنه هذا رقم بهي الطريقة، فبرضه فولس. إذن لازم يكون رقم صحيح بدون أي كسور، بدون أي عمليات حسابية، بدون أي نوع من أنواع الرموز، لحتى يرجع لي النتيجة ترو بالإز ديجيت ميثود. أي سؤال لغاية الآن؟ نشوف اللي بعدها. إز نيوميريك قيمة رقمية، فشو بيختلف is digit عن is numeric؟ خلينا ناخذ ال is numeric ونشوف شو النتيجة. الآن ال is digit حكينا لازم يكون رقم صحيح بدون أي إضافات حتى ياخذ لي التو. ال is numeric طبعا أي method بلش بكلمة is معناته نتيجتها إما true إما false. هاي is numeric، هل ال x قيمة رقمية؟ أرقام ترو. الآن أحط إشارة البلس في البداية، الإجابة فولس، عم تشتغل هي والديجيت لغاية الآن زي بعض.
الماينس برضه فولس عم تشتغل هي والديجيت زي بعض. لو اجيت حكيت لك هون فاصلة صفر بالعشرة مثلا، الآن برضه فولس. جيت حكيت لك زائد ثلاثة برضه فولس. فالإز نيوميرك والإز ديجيت عم تعطيني نفس النتائج بدون أي اختلافات. فطلع هاي ال 532، لكن لما حطينا فاصلة 56 أعطاني فولس. الآن نفس الشيء هون الإز نيوميرك، فعطتني فولس على الجملة هاي لأنه فيها فاصلة عشرية، هون عطتني اترو. هل في اختلاف ما بينهم؟ نعم في اختلاف، لكن ما رح احكي عنه او ما رح ناخده في هي المادة لانه هو بده ديتيلز اكثر، ورح اعتبر انه الاز نيوميريك والاز ديجيت عم بيعطوا نفس النتائج للارقام اللي احنا حكينا عنها. اللينكس اخذناها انه لين هي عبارة عن فانكشن، لين داخل الاقواس الاستر فاريبل بعطيني عدد الحروف بالضبط. أخذنا الأبر، ناخذ اللور الآن. الأبر حكينا أنه هو بحول لي كلهم كابيتال لتر، الآن اللور معناته كلهم سمول لتر. فهاي اللور نشيل هدول بس نحط حروف كابيتال حروف سمول. هاي مثلا علي، أحمد. طبعا انا راح اشكل حروف كابيتال حروف سمول في البدايه وفي النهايه، فاللور جيب لي اياهم كلهم سمول لتر. طب لو كان سمول بخليهم زي ما هم، لو كانوا ارقام ما بيعمل اي تعديل، لو كانوا فراغات سبيسز رموز بخليهم زي ما هم بالضبط. اي سؤال على اي واحدة من هذول الميثودز العشره اللي احنا حكينا عنهم لغايه الان، أو هم الميثودز كلهم ميثودز ما عدا اللينكس هي عبارة عن فانكشن. طبعا في الامتحان ما نركز كثير أو ما ندقق كثير إلا إذا أنا حكي لك شو الفرق بين الميثود وبين الفانكشن. فالفرق الأساسي هي الكولينج ستيتمنت أو جملة الاستدعاء. الميثود بدي أكتب اسم الأوبجكت أو اسم المتغير دوت بعد هيك الفانكشن اللي أنا بدي إياه. الميثود لا، بكتبها مباشرة داخل الأقواس بحط الأرجمنت. أي سؤال لحد هون؟ أي استفسار؟ طيب الايتريشن احنا أخذنا الفور لوب بطريقة معينة، فور اكس ام مثلا سترينج معينة. الآن نستخدم الايتريشن بطريقة مختلفة. بحكي لي iteration through a sequence، كيف أنا بدي أمشي loop ما من خلال sequence أو مجموعة الكاركتر الموجودة عندي. To date we have seen the while loop as way to iterate over a suite, a group of Python statement. لحد الآن أخذنا عن while، أخذنا عن for statement كيف أنا ممكن أمشي على مجموعة من القيم، أخذنا for loop كيف بمشي على قيم وكيف بمشي برضه مع string وبقرأ القيم من داخله. فحكونا نحكي for item in sequence ونفذ الجمل اللي أنا بدي إياها واحدة واحدة. فكنا نحكي my str بتساوي abc، ففور character in abc، فكل مرة بقرأ الحرف وبجيب لي إياه. ففعليا بروح لي عند الحرف في الاندب زيرو وبجيب لي حرف ال A بحطها داخل الكاركتر. بحكي لي first time الكاركتر هي A، لا الماي اس تي ار الموقع زيرو اللي هي حرف الاي اللي موجود في ماي اس تي ار في الاندكس زيرو. اللفه اللي بعديها او اللي هي في الاي بي سي الاندكس زيرو هي حرف الاي. اللفه الثانيه بجيب لي الاندكس واحد اللي هي حرف البي. باللفه الثالثه بجيب لي حرف السي اللي هو بالاندكس اللي بعده. طبعا بيعمل انهاء بعد هيك لانه ما ضل عندي حروف لحتى يقرا لي اياها. الآن بحكي لي power of the for statement. Sequence iteration provided by the for state is very powerful. وكثير مفيد عندي داخل البايثون إني أتعامل مع الفور لوب الموجودة. Allow you to write some very short program. ممكن يساعدني إني أكتب برنامج قصير لحتى أقرأ الحروف حرف حرف من string variable الموجود عندي. حكينا انه هاي ما في عندي امكانيه اني اعدل على السترينج فاريبل اللي هو الاس نهائيا. خلينا ناخذ اكزامبل.
معي كنترول في. فأنا بهي الطريقة شو عم بطبع لي؟ عم بطبع لي كل حرف على سطر، فالA لحال، الB لحال، الC لحال. لو كان عندي spaces رح يجيب لي space مثلاً دي space حرف الA، فspaces رح يجيب لي إياهم بأسطر اللي هم spaces بهذا الشكل. فكل مرة بيقرأ لي من index معين بحط لي إياه القيمة داخل الكاركتر، بيمشي من البداية للنهاية على هذا string variable بدون ما يتجاوز أي شيء أبداً. ما بهمني إني أنا أحدد البداية والنهاية، أو already محدد البداية والنهاية لحاله تلقائياً من صفر للنهاية. وبيقرأ كل مرة حرف بحطه داخل الكاركتر، بيطبع لي إياه، بفرجيني النتائج اللي إحنا بنشوفها الآن عنا. طيب لو فرضت إني أنا بدي أقرأ بطريقة معكوسة، أو بدي أقرأ حرف آ حرف لا، بدي أقرأ بعض الحروف وبعضهم ما بدي إياهم، ما بدي أقرأهم أو ما بدي أعملهم تباعة، كيف الآن أنا ممكن أغير على الفور لوب الموجودة عندي؟ بحكي لي إنه إحنا ممكن نستخدم ميثود مثل السبلت. السبلت بتستخدم الفراغ بين الكلمات لحتى تقسم لي إياها. طبعا الفور لوب انا ما راح اتطرق لشيء خارج عن السلايدات لحتى نستفيد من الوقت ولحتى ما يكون عندي مور انفورميشن اكثر من المطلوب منه. سيكونس ايتريشن از بروفايدد باي ذا فور ستيتس فيري باورفول حكينا. نروح على السبلت. السبلت هي التقسيم. We'll take a string and break it into multiple new string parts. تاخذ السترينج فاريبل بتقسم لي اياه لمجموعه من الاجزاء بناء على argument معين. طبعا by default اذا انا مش محدد هذا argument معناته راح يعتمد لي على ال white space او الفراغ، سواء بحكي عن tab او blank. You can assign the pieces with multiple assignment if you know how many pieces are yielded. على سبيل المثال عندي اسم هذا الشخص بدي اقسمه ل first name second name و last name. بدي أجيب كلمة ساري في متغير، وكلمة هادي في متغير ثاني، وكلمة الحسن في متغير ثالث. فالآن بحكي لي من خلال السبلت ميثود عم بسهل لي العملية، وممكن إني آخذ هي التقسيمة بشكل الكودينج الموجود عندي تحت. ففيرست نيم ولاست نيم والسكند نيم عم بعملهم. كيف عم بشتغل هاد؟ هاي المتغير سامي، طبعا هون هيدي بدي اكتبها هادي الحسن. الان عرف لي ثلاث متغيرات. ليش ثلاث متغيرات؟ لانه انا في عندي ثلاث اجزاء عم تفصل بيناتهم الفراغات. كلمه سامي في عندي فراغ معناته هذا جزء، كلمه هادي بعدها فراغ معناته هذا جزء، الحسن في قبلها فراغ فهذا جزء. فعندي ثلاث اجزاء first وميدل ولاست، هم ثلاث متغيرات جديده احنا عرفناهم. الآن استدعاء الميثود هو الجزء اللي بعد المساواة. name.split يعني قسم لي المتغير اللي اسمه name لأجزاء. الأجزاء اللي راح يقسم لي إياهم راح ياخذ كل جزء ويحط لي إياه في متغير. ففيرست راح يجيب لي كلمة سامي لحالها، الميدل راح يجيب لي كلمة هادي حسب الترتيب تبعهم، الحسن راح يجيب لي إياها ويحطها داخل last. فهي سامي هادي الحسن إذا أنا حاولت أطبع كل واحدة لحالها. طيب لو أنا عدلت هون خليت هاي هيك بهذا الشكل، هاي لاست وآخر واحدة اللي هي المدل، فبجيب لي سامي في فيرست، هادي في لاست، والحسن في المدل. ليش؟ لأنه هو بياخذ الترتيب اللي أنت ماخذه بعين الاعتبار بأسماء المتغيرة. طيب لو حطيت بس اسمين للمتغيرات ما حطيت ثلاثة وشلت هاي الجملة اللي لها طباعة على المدل كليات، بس عندي first و last، فبقسم لي بيعطيني run time error. ليش؟ لأنه أنا عدد الأجزاء اللي تم التقسيم لها أكثر من عدد المتغيرات الموجودة عندي. فهون عم بيعمل سبلت لثلاث أجزاء بينما أنت عم بتحاول تخزن في متغيرين بس، فهذا بيعمل لي run time error زي ما احنا شايفين. لو اجيت حطيت هون متغير واحد
فهون انتبه انه انا الجملة هاي last لازم اشيلها. فحكيت لك first بس، فبرضه طلع كيف عمل اياها باختلف الان. اعتبر لي انه first هي عبارة عن اسم قائمة، وبعمل لي تقسيمة لسامي وهادي والحسن، وبحط لي اياها في قائمة، كل قائمة او كل جزئية لحالها. إذا أنا حطيت متغير واحد بعتبر لي أن نوع المتغير هذا قوائم، وبياخذ كل السبلت فاليوز اللي أنا بشتغل عليهم بحط لي إياهم كل واحدة مفصولة عن الثانية. طبعا رح ناخذ شو يعني القوائم اللي هي الليست في تشابتر منفصل، فهون بس بهمني تشوفوا الشكل كيف رح يطلع. لكن إذا حطيت قيمتين هم ثلاثة رح يعطيني مشكلة. حطيت طيب كام عندي هون فراغ مثلا حرف الأ، فراغ حرف الأتش، فراغ حرف الدي. طيب شو بده يعمل؟ بالنسبة للفيرست اسم واحد أو متغير واحد ما في مشكلة، كل واحدة بعتبر لي إياها جزء من القائمة. لكن لو حطيت هون فيرست لاست فراغ، خلينا ناخذ أسماء متغيرات، اسم متغير A B C D E و F F بشكلها، شو رح يعطيني هون؟ مين أكثر؟ عدد الأجزاء ولا عدد المتغيرات؟ أجزاء كم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، على أي أساس؟ على أساس الفراغ قبل وبعد. فعندي ست أجزاء. متغيرات واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمان متغيرات. شو رح يصير عندي هون؟ Run Time Error. إذا كان عدد المتغيرات أكثر أو أقل بيعطيني run time error. إذا أنا مش عارف كم عدد الأجزاء اللي أنا بدي أجيبهم، أكتب اسم متغير واحد بيعتبر لي إياه قوائم أو list، وبيجيب لي الأجزاء المختلفة داخل. أي سؤال لغاية الآن؟ reorder a name هو بس شو عم بيعمل هون؟ عم بتعامل بنفس الطريقة. نا سامي هيدي الحسن first middle last، فرح يقرأ كلمة سامي داخل first، هيدي في middle، والحسن في last. عملية الطباعة هون بالترتيب ما في مشكلة، لكن إذا أنا عملت إيش؟ إنه last concatenation مع first concatenation مع middle، شو رح يعمل لي الآن؟ رح يجيب لي الحسن سامي هيدي بهاي الطريقة. فأنا عدت ترتيب الأجزاء الموجودة عندي للإسم اللي موجود هون. Palindrome and the roots. شو يعني palindrome؟ إنه إذا أنا عكست الاسم أو حاولت أقرأه بالاتجاهين بيعطيني نفس المسمى. فa palindrome is a string that prints the same forward and backward. فحاولت تقرأ من الشمال لليمين كرك، رجعت حاولت تقرأ من اليمين للشمال برضو كلمة كرك، فما في اختلاف ما بينها. Same implies that case does not matter. ما بهم الكابيتال letter roots ولا letter. هو شو فعليا شو بيعمل بالبلندروم؟ بحولهم كلهم لسمول لتر. بعد هيك بهمه ايش؟ يقرا لي اياها بالاتجاهين. اوكي، معناته هي الكلمه هاي بلندروم او لا. Punctuation is ignored. يعني لو انا حاطط هون كما، حاطط دوت، حاطط فاصله بين الحروف، بيعمل لي ايش؟ تطنيش لها، بيعتبرها مش موجوده. هو شو بهمه؟ بهمه الحروف الكابيتال والسمول، بحولهم سمول لتر كلهم، بعدين بقارن ترتيبهم من الشمال لليمين، هل هو مساوي من اليمين للشمال؟ معناته هاي بالاندروم. مدام اي ام ادم، هل هاي بالاندروم ولا لا؟ مين يحكي لي؟ مدام اي ام ادم، مادا ماي مادام، ما رح يكون نفسها، فهي not palindrome. طب مين يعطيني كلمات palindrome مثل كرك؟ غير كرك. غير كرك، هل في عندكم كلمات؟ مثال باللغة العربية كلمة تخت أو تحت، قراءتها من الاتجاهين نفس الشيء. باللغة الإنجليزية بنسمي هذا الحكي palindrome. مرة ثانية مثال عليها كلمة كرك. أوكي لغاية الآن؟ في أي أوكي دكتور.
في أي سؤال أو أي استفسار؟ طبعاً مبدئياً مادة الامتحان يوم الخميس القادم، طبعاً حسب الجدول اللي موجود عندي أو اللي نزل على الموقع، هاي واحدة. اثنين، الكويز يوم السبت فيش تغيير عليه. مادة الامتحان هي شابتر واحد، اثنين، وثلاث، إلا إذا صار في واحدة من الشعب إنهم ما كملوا الشابتر الثالث، فبنعلن عن إنه الشابتر الثالث مش داخل كلياته. لكن لغاية الآن شابتر واحد، اثنين، ثلاث داخلين كلياتهم. أي استفسار لغاية الآن؟ lower case and punctuation. احكي لي every letter is converted مرة تانية بالبلاندروم، كل الحروف بيحول لي اياهم كلهم ل small letter. رح يعمل لي import the string، ونعمل سابقا import للmath. بعد هيك ممكن انه انا اجيب مجموعة من الميثودز واستخدمهم تأوجد البلاندروم هاي. string dot digit لحتى اشيل كل الديجيت، أو مشان من البداية إنه أنا أتأكد هل في عندي أرقام. إذا أرقام معناته ما بدور على البلاندروم. إذا كان عندي في punctuation لحتى يتأكد لي هل في علامات ترقيم معينة ممكن إنه يساعدني إني أشيلهم وأشوف شو الإندكسز تبعتهم. إذا في عندي white space فراغات لحتى يساعدني أشيل فراغات قبل ما أنا أعمل إيش عملية البلاندروم. فإذا أنا برجع على كلمة الموجودة هون، إذا أنا بدي أخذها كلياتها small letter، فحولها كلياتها لـ small letter lower case. بعد هيك أشيل الفراغات وأشيل أي علامات ترقيم. هل هاي بتصير بلاندرم؟ شو بيعمل هو؟ بيقرأ لي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وبتأكد هل البدايات والنهايات زي بعضها. فحرف أم حرف أم، A A إذا أنا بدي أقرأها بالطريقة المعكوسة، D D A A M M وحرف الآي في النص، فهي بلاندروم. بعد ما أحول كلهم لسمول لتر، أشيل علامات الترقيم، أشيل الفراغات، بياخد لي إياها كلياتها ككلمة واحدة، ببطل يعتبر لي إياها كجملة، ككلياتها بيعتبر لي إياها كلمة واحدة. الآن إذا أنا قرأتها من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال، فهي متماثلة بدون أي اختلافات، فهي بلاندروم. طبعاً we remove all non-wanted characters with the replace method. عملية الريبليس اللي هي التبديل، أنا بدي أبدل جزئية بجزئية تانية وأغيرها. طبعاً first argument is what to replace, the second the replacement. طبعاً الريبليس method بتاخذ أكثر من argument. أول واحدة اللي هي السترينج اللي أنا بدي أعدل عليه أو بدي أغير عملية البليسمنت لجزء معين فيه، والجزء الثاني هي قيمة اللي أنا بدي أستبدلها. هيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية هذا الشابتر. أي سؤال أو أي استفسار على الشابتر الثالث؟ طبعا مرة ثانية الكويز يوم السبت هو بالوحدة الثانية. للأسف يعني صعب انه نعدل لكم على موعد الكويز لمجموعه من الامور، بعضها يعني خارج عن سيطرتنا وهي قصر الفصل الصيفي، وحتى اذا صار عندكم مشاكل انه نقدر نحتسب لكم اكبر عدد ممكن من الكويزات واحسن علامات انتم ممكن تاخذوها. ومنه كمان لانه امتحاننا الاسبوع القادم، فلما يكون في عندي كويزز في الماده بكون في عندي إمكانية يعني أعرف كيف شكل الامتحان وكيف شكل الأسئلة اللي ممكن تظهر عنه. أي سؤال لغاية الآن؟ أي سؤال أو أي استفسار على المادة لغاية الآن؟ سواء الوحدة الأولى أو الثانية أو حتى الوحدة الثالثة، ما عندي مشكلة إنه أجاوبكم على أي جزئية أنتم بدكم إياها. أي سؤال أو أي استفسارات؟ طيب رح أنهي المحاضرة معناها عند هاي النقطة، ورح أعتبر أنه الأمور كلياتها مفهومة. المحاضرة أنا بحاول أنزلها قدر المستطاع بس أكمل المحاضرات. الواجب ما حضرت، ما حدثت ولا حطيت أي واجبات. رح يكون في واجب إن شاء الله
وما حددت واجبات نهائيا للي بيسأل. ممكن يكون في عنا واجب وراح اعمل تشيك على باقي الشعب انه شو ممكن نعمل واجب لكم. اوريدي في بعض الشعب نزل واجب وممكن انزلكم خلال الاسبوع، خلينا نحكي مش الجاي، راح اتركها لبعد امتحان المد انه انزلكم واجب معين. يعطيكم الف عافيه.